ما بيهمني خبر وزير الدفاع، نحن طالعين من سوريا اليوم قبل بكرة، اليوم قبل بكرة. مرحبا، أنا اليوم طاير عقلي كثير، حرر الجوبر هلا دريت أنا الخبر، ماني عطفاني فرحتي ما بتشعني، أنا هلا بالشوارع طاير عقلي ماني مصدقة. الحمد لله هذا طارنا. الحمد لله نشكر الجيش. وقعت يعني عدة مواجهات بيننا وبينه، انحسمت بعدين الحمد لله بخروج المسلحين لما صار الجيش قريب من الجيش دعم الـ يعني الناس الاهالي. اي نعم. ما بدنا حكم الأسد، بدنا الحرية.